اقول علي كمال نام امه دفعت ورقه الكهرباء ابني هي دفعت امه الحمد لله هم التليفون تفضلوا عيني تاكسي لمان وياكم تمام عيني اعطيني العنوان هسه ادزلكم تمام عيني هسه يجي سنان نعم عمو ابني شارع رقم 14 يلا ماشي عمو هسه راح اروح مع انه رجلي مكسوره بس اني نشيط واروح للشغل خوم ومثلكم مطفين عمو نوري اني هم قاعد ما عندي شي هنا خلي اروح اغسل السيارات واخذت هاي هم حتى ما ابرد اخويا سنان لك ايش دسوي علي كفال راسك راس الجحش شنو جاي تنتحر يمي امشي روح انتحر بغير مكان سنان عيني اني ناسي ادفع فواتير الكهرباء وانت زبونك رايح للسوق توصلني اني هم لدائرة الكهرباء بطريقك يلا امشي لك يلا امشي اصعد يلا اوصلك لك سنان على اساس اخذني للدائره بعد الدنيا ظلمت دوقف يا علي كفال دوقف ما تقول ايش اسوي لك اني هي الدنيا شتا وتظلم من وقت انا اشوف يا ابو تفضلوا ويلي شنو هالجمال روحي انت ما شاء الله مساء الخير ست اني سنان كاية جيت من مكتب الامان بس رجلي مكسوره شو اسوي انتوا ردتوا تاكسي تفضلوا جيتكم اني تفضلوا عندكم شيء اي اني ردت تفضلوا انتظروا الجواب صدق الحلق باع نجي طبعا يلا نجي اويلي ويلي 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 لك حلق كفال يمه يمه يمكن احنا بالطريق سوينا حادث ومتنا ورحنا عجلنا لك باع الحوريات باع 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 هاي الحورية شلون تنفخ يما 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 سنان اخويا همزين مو دافع فاتورة الكهرباء بوقتها لو كنت دافعها ما كنت اشوف هالجنة حظ حلو ايش قد حلو انت فدوة صدني اني اني ومدح بس اني يقولوا لي القيصر علي كمال ايش قد حلو انت أنا أتخبر على الرجال اللي عنده شوارب واني أعشق البنات اللي ما عندهم شوارب يما فدوى الله بس هساني بواجب ما أقدر أستعمل شوارب بشكل صحيح لا تسوي هيك سنان عيني با أكو بجيبي فلوس الكهرباء أقول ما دام إحنا حبينا هالبنات ليش نروح ندفع فلوس الكهرباء لدارة الكهرباء خلي ندفع لهذولا لك علي كفال هذولا كهرباءهم قشر وهيج كهرباء تكهرب والله تكهرب بس ما يخالف خلي النتل على هنا يا حلو لك يلا عيوني امشي كهربيني اني اريد النتل دقيقة عيني على كيفك على كيفك انت ترى فهمتي غلط ترى اني مو زبون اني جيت اخذ زبون اني سايق جيت اخذ هاي البنين واروح ايه عال ما تتحضر هي تعالي نقضي شوي يلا العد تعالي شرطة تفتيش لا تتحرك اخذوهم يلا بسرعة اخذوهم ايش ده سوون تعالوا تعالوا كافي لا تجرني لك اني كايا سنان كايا تدرين اني شو يقولون علي اني بقوة 10 اسود قم 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 هاي منين جيتوا انتو؟ اشوف فاجأتوني هالشكل والله العظيم فزيت امشي 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 دقيقة اخوي خلي افهمك انا مو زبون ترى انا سايق تاكسي كانت كل شي راح ينحكي بمركز الشرطة مو هنا يلا قوم صلها بس اخوي بس دقيقة ست مروة منو الاخ ممكن تعرفين عليه؟ حياتي عرف عن نفسك البحر الا نمرس واني عارف ابو الكوارث طلعوني حلو بالكاميرا من هسه اقول لكم ترى مو تنسون هالشيء الاستاذ حبيبي زين اي عيني هذا حبيبي جديد بعد روحي طيني بؤسه احنا مسوي
سوينا؟ ما سوينا سيدي، ترى احنا ما لنا علاقة، احنا كل شيء ما مسوين سيدي، احنا ما لنا علاقة. لك سنان علي كمال، انتو ايش عندكم بهيج مكان ما تقولوا لي؟ ويلي والله انا ما اعرف سيدي، انت قد انتظر زبون يعني؟ سنان انت جاي تسمع ايش تقول؟ شنو يعني تنتظرون زبون بهيج مكان؟ شنو غيرتوا شغلكم انتو؟ لا سيدي هذا شلون حكي، احنا بعدنا نفس شغلتنا القديمه، بس اكو وحده هناك خابرت على المكتب ورادت تاكسي ورحنا عليها انا وعلي كمال، يعني نفر اقصد، احنا كنا ننتظر زبون. ايه بالضبط هيك سيدي، والله سنان يحكي صدق، احنا بريئين بريئين. سنان يا ابو نسيبي سيدي، هذول اللي نعرفهم ما تقولي عليش خابرتهم، هذا راح يموتوني والله العظيم راح يموتوني موت. وصف عليك سنان، انت ايش عندك بهيك بيوت وسخه؟ ها قول لي ايش عندك، ايش عندك؟ الحنونة بس دقيقة خلي أفهمك يا حنونة. ولك صوتك بنية مثل الورد، شوف سويت بيها خبلتها. سنان أخويا أنت شلون رجال خواف؟ علي كمال هسه أنت شلونك؟ أنت ش عندك كم البنات ها؟ أخ ضربي بنتي، إيه ضربي ضربي إيه سيدي، فوتني على السجن عافية.